مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من احكي لي عن بلدي. وكم جميل أن نتكلم عن بلدنا الحبيب الغالي فلسطين. طبعا كما عودناكم في سلسلة هذه الحلقات معنا الباحث والمثقف الأكاديمي والمتخصص في التاريخ والقصص الفلسطينية والقرى الفلسطينية، أخي الكريم زهري عيسى أبو أحمد. أهلا وسهلا فيك أخ زهري. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين على قناتكم، طبعا ومرحبا بكم في فلسطين. الله يحفظك، جمهورنا يتشوق لرؤياك كل مرة ويسمع قصص جديدة. اليوم أنت محضرنا عن قرية جديدة، بدي أخليك تبدأ تحكي عنها وأنا حكون معك في الباكستيج. تفضل. إن شاء الله، ولكن أنا بدي أعطيكم فكرة عامة عن فلسطين. أول شيء، ما بعرف المستمعين أو المشاهدين قديش بيعرفوا عن طبيعة فلسطين وجغرافية فلسطين وجمال فلسطين، ولكن بدي أعطيكم هيك شوي لمحة بسيطة سريعة، لأنه مهم جدا أعطيكم الفكرة. فلسطين فيها جبال اسمها جبال المركز، اللي هي بتبتدي من مركز، يعني شو جبال المركز بمعنى الكلمة، أنه موجودات في مركز، في مركز البلاد، في وسط فلسطين. جبال المركز بشكل عام الوجه الغربي، الواجهات غربة غربة الوجه غربة الوجه الغربي هو وجه أخضر جميل رائع. طبعا كمية الأمطار والرياح، كمية الأمطار اللي في الشتاء وفي الربيع وفي الخريف هي كمية أكبر من الأماكن أو من الجهة الشرقية اللي هي وجهها باتجاه البحر الميت والغور الأردني بشكل عام. فعشان هيك أنا بدي أحكي لكم إنه الطبيعة الجهة الغربية من جبال المركز ومن كل فلسطين بشكل عام هي منطقة خضراء رائعة جميلة، مزروعة بأشجار مثمرة وبالعنب وبالفواكه والخضار وكل ما تشاء وكل ما تشتهي. أنا ليش بحكي هيك؟ لأنه في قسم كبير من الشباب، بالأخص الشباب الفلسطيني، ما بيعرف أنه فلسطين يعني 99% من الفواكه والخضروات الموجودة في العالم ممكن تزرعها في فلسطين، وممكن توجد لها مكان في فلسطين إلى إمها، إن كان على رأس الجبل، إن كان في السهل، إن كان في منطقة حارة، في منطقة باردة، في منطقة دافية مثل وحارة مثل الغور، منطقة الدريحة، إن كان منطقة جافة صحراوية في صحراء النقب، منطقة مرتفعة يعني عالي بدها برد وبدها مي موجودة عندنا، منطقة مرتفعة باردة ما بدها مي موجودة عندنا، منطقة منخفضة بدها مي موجودة، نوعية التربة، السهل، الجبل، الواد، كل ما تريد وما تشتهي. والحمد لله. أنا ليش أعطيت هذه المقدمة؟ كنت بدي أحكي لكم إنه في عندنا قرية جميلة رائعة قمة الجمال، وأنا أعتقد إنها قطعة من الجنة، من باب المبالغة طبعاً، أنا ما شفتش الجنة، ولكن أعتقد إنها جزء من الجنة هذه البلدة. أنا راح أحكي لكم عن البلدة اللي بيت الطير. شو رأيكم في الاسم بيت الطير؟ هي في الأصل مش بيت الطير، اسمها اليوم بتير، ولكن قرية بتير جاءت من في عدة روايات. الرواية بتقول إنه بيت الطير وحرفت لاحقا إلى بتير، وفي رواية بتحكي إنه بيت طير اللي هو كان إله، وكان هناك إله يعبد اسمه آير وما ذلك من القصص، وفي روايات أخرى، ولكن أنا اليوم بحكي لكم عن بتير وقصتها المؤلمة واللي انتهت بالأمل سنة 1948. وشو قصة بتير؟ بتير موجودة في الجانب الغربي من جبال المركز، غربي مدينة القدس. يعني وين عندنا مدينة القدس؟ في عندنا بتير موجودة غربي مدينة القدس، وهي كثيرة الخضار، كثيرة الأشجار، فيها ينابيع مياه غزيرة، ديروا بالكم فيها كثير مي، وحتى فيها برك. وطبعا البتير هي مش بس يعني بلد يسكنها بعض الأشخاص فقط.
مرة تتصل علي، لا انا مش نكيتي بتدور علي، بدي ارد وبعد نرجع ماشي. والله ما نعرف شو بدي احكي لك. طبعا احنا هون مورجينكو الماب. هاي الماب زي ما انتم شايفين، هاي القرية اللي هي قرية بتير، وهون مدينة القدس زي ما انتم شايفين، هاي مدينة القدس، وهاي الجبال اللي كان يحكي عنها، وهون مدينة بيت لحم في الجنوب، جاي مدينة بيت لحم. خلينا أورجيكم إياها بأوسع. يس، هاي الخليل وهاي بيت لحم هون. فهاي هاي القرية الصغيرة، وزي ما انتم شايفين هي يعني على الحدود أو على الخط الأخضر. هون في مسجد، خلينا أورجيكم بعض الصور، وشوفوا استمتعوا يا جماعة في بتير. طلعوا الجمال، طلعوا الجمال الرائع. طبعا احنا اي اخ زهري رجع معنا، تفضل يا اخ زهري. إذا نرجع لقريتنا وحبيبتنا بتير، القرية الجميلة الرائعة الوادعة. طبعا بس مشان تكونوا عارفين، يعني بتير هي قرية الآثار تدل على أنها كانت موجودة، قرية كنعانية فلسطينية، وطبعا طبعا موجود فيها آثار رومانية بطبيعة الحال، لأنه كانت فلسطين لفترة معينة تحت الاحتلال وتحت السيطرة الرومانية. انما ليش المؤكد انه ما فيش اثار يهوديه يعني، وهذا الاشي موجود. في كل الاحوال احنا بدنا نحكي عن قصه بتير. شو قصتها هذه بتير؟ اللي منكم ما سمعش يسمع بتير مشهوره بذنجان او باذنجان بتيري. شو قصه باذنجان البتيري؟ اهل بتير بيزرعوا باذنجان، والباذنجان البتيري يقال انه من اجود انواع الباذنجان واجود انواع الخضره الموجودة في فلسطين. بتير فيها كمية كبيرة من ينابيع المي، وينابيع المي اللي تسقي المناطق الزراعية. صح إنها جبلية وارتفاع حوالي تقريبا 750-800 متر، ولكن طبعا أهل السكان هذه البلدة استصلحوا السفح الجبل وعملوه زي الدرج هيك، بقولوا بالفلاحي قطاني قطاني، يعني عملوا قطان، كل قطانه بيزرعوها درج بيزرعوه وما الى ذلك. وهي دائمه الخضره على مدار السنه بسبب انه في عندها ينابيع المي. وهذه الصوره اللي انتم شايفينها هذه الجانب الشمال الغربي من بتير. في كل الاحوال في قصه مهمه جدا عن بتير، وهذه لازم تسمعوها. بتير عدد ايام الاسبوع فيها 8 ايام مش 7 ايام. الاشي مش مضحك، الاشي جدي. ليش بتير فيها 8 ايام بالاسبوع مش 7؟ دكتور ممكن الواحد كل اشي في الدنيا يخطر على بالك الا قصه اهل بتير. اهل بتير احنا الفلسطينيين الحمد لله دائما لكل مشكله لها حل. العين الميه قالوا بدنا نقسمها انه كل يوم عيله بتستخدم المياه، كل يوم عيله معينه تروح بتاخذ المي من هذه العين والها اليوم هذا. ولكن المشكله انه في البلد في بتير في 8 عائلات مش 7 عائلات، اسبوع 7 ايام. فقالوا بسيطه، سنطوع الاسبوع ونجعله 8 ايام، فبصير انه كل عيله الها العين المي والنبع يوم. فليش بعد ما غيروا اسبوع؟ فصار اسبوع قديش؟ صار اسبوع 8 ايام. في كل الاحوال السكان الحاليين في بتير بعد ما صلاح الدين حرر القدس وحرر المسجد الأقصى، طبعا قرر انه يحمي القدس طبعا. واحد الامور اللي قام بحمايتها انه اسكن الناس حول القدس، واللي طبعا الناس اللي هم العرب والمسلمين والموالين لصلاح الدين، وامر ان يسكنوا في بتير. بالمناسبة أنا مثل ما ذكرت لكم، يعني بتر ما كانت فاضية في الأصل، هي في الأصل كانت قرية كنعانية قبل ما يسكنوها للسكان الحاليين بأمر من صلاح الدين. في كل الأحوال شو قصة بتير عام 1948؟ بتير كانت موجودة
او على سكه الحديد اللي بتربط يافا تل ابيب بالقدس. سكه الحديد وسكه القطار بتمر من الواد، بتمر من الواد اللي هو محاذي تماما لهذه البلده، لهذه القريه. طبعا العصابات الصهيونيه ما يكونش عندكم شك انه ناس كانوا متعطشين للدماء، يعني كانوا دائما يحبوا يدخلوا على بلد معينه يحرقوا الاخضر واليابس، يقتلوا اهلها وسكانها، وحاولوا يشيعوا الخبر، ودوا اخبار للقرى المجاوره انه اسمعوا القريه الفلانيه دخلنا عليها حركناها، قتلنا الكبير والصغير، قتلنا الطفل قبل الشاب، قتلنا المراه قبل الزلمه، على اساس انه يعني تتعبوناش، اذا انتم بدكم تتعبونا رايحين نعمل نفس الشيء اطلعوا. فكان في منطقة القدس عدة مجازر صراحة، مجازر لا تعد ولا تحصى، من بيت محاسير لباقي المدن الأخرى، لباقي القرى الأخرى. فأهل بتير خافوا، طبيعي جدا الإنسان يخاف على حاله، يعني ما فيها لوم يعني، وخصوصا أنه أنت لا تملك لا السلاح ولا الذخيرة، يعني ما ممكن تقاتل بسنانك قدام رشاش. كان معهم رشاشات بالمقابل، يعني كان بارودي او ثنتين في بتير، ولكن اهل بتير كان معهم نكم بارودي. قالوا المعنى نكم بارودي من قاوم، ليش لا من قاوم، وفعلا حاولوا قاوموا وهلموا مجره، ولكن كان فعلا يعني الميزان القوى مش لصالح بتير. جزء كبير او بالاحرى معظم سكان القريه اخلوها. طبعا ظل بعد الشباب اللي هن 4-5 بواريد، 7 بواريد في احسن التقديرات، تصور 7 بواريد بدها تحمي وتنقذ بلدي وفي جبهه طولها 2-3 كيلومتر من عصابات تملك الرشاشات والمدافع وتملك الصواريخ وما الى ذلك. السبب انه الهجوم على بتير كان شرس انها كانت تشرف على سكه الحديد والقطار اللي بربط يافا القدس، وكان هناك إصرار من قبل العصابات الصهيونية بكل ثمن يسيطروا على هذا الخط. في كان طبعا أهل بتير مشهورين بالثقافة والمثقفين، وأخرجت كمية كبيرة من المثقفين ورجال الأعمال، ما يكونش عندكم أي شك. كان أحد الكتاب والمثقفين المشهورين والمعروفين في بتير على ما أعتقد اسمه حسن مصطفى، إذا أنا إذا كنت لم تخني، شاف إنه البلد ما ظلش فيها شيء، ما ظلش حدا، خرجوا وفي مشكلة. أنا طب أنا كيف بدي أقاوم جيوش وعصابات وآلاف ومئات وأنا في معي باروتين ثلاثة، وفي تقديرات بتقول كان معاه 7-8 بواريد، طب كيف؟ ليش؟ وين؟ مين؟ أنا اللي بدي أوقف قدام هذه الجحافة. بتير موجودة على السفح الشمالي الغربي للجبال، وبيوتها موجودة على السفح الشمالي الغربي. فكانت فكرة إنه فكرة هذا المثقف إنه تعالوا يا جماعة الخير نستعمل مش بس الطرق العسكرية التقليدية، يعني نيجي نمسك البارودي ونطخ على الجب والجب يرجع لي برشاش ولا مدفعية ويدمرني ونخسر. تعالوا يا جماعة نوزع 5-6-7 بواريد على كل القرية، على امتداد القرية وضواحيها، يعني على امتداد كيلومتر 2 كيلومتر، ونشعل نار في ونشعل نار الموقد بتاع كل بيت، نشعل فيه نار على أساس تكون عملية تمويهية للعصابة الصهيونية، ونحكي لهم والله اسمعوا احنا موجودين في بيوتنا واحنا مسلحين. هسه كيف مسلحين؟ بسيطة جدا. الجهة الشرقية أو الغربية من البلد بطلق رصاصة، وفي هناك في الواد صدى رصاص، واللي في الجهة الشرقية بطلق كمان رصاصة، يعني القصد يعني رصاص بسيط وخفيف، ولكن كان يكون لازم يكون له صدى ويخرج من أماكن مختلفة من القرية هذه، وبذلك يكتشف ويشعر العصابات الصهيونية انه احتلال هذه البلدة
هو شبه مستحيل او انه صعب جدا وراحين يخسروا كثير. وفي الحقيقه الامر ما كانش في القريه الا 5 مقاتلين 6 مقاتلين مع بواريث مع ذخيره جدا ضئيله، يعني ما تقريبا ما كانش شيء. فعلا كانت الفكرة هذا المثقف الله يرحمه انه راحوا الشباب اللي موجودين اللي ظلوا معاه ولعوا في الموقدة النار في معظم البيوت في الموقدة مشان تبين الدخلة من بعيد، وتوزعوا على المسافة بعيدة، وكان إذا شخص واحد منهم أطلق رصاصة في الجهة الغربية يطلق بعدها بشوية الجهة الشرقية أو الشمالية رصاصة المقاتل الآخر، على أساس أنهم يأخذوا فكرة أنه البلد محصن بالمقاتلين والمجاهدين. فبعثت العصابة الصهيونية أنه تعالوا تنتفاوض تعالوا تنشوف. فكانت المفاوضات بسيطة جدا بسيطة جدا، أنه طلع كداش حتى المفاوضات يوم تكون أنت قوي كداش بتكون يعني بسيطة. أول إشي إنه ممنوع تقدموا بتير، ممنوع تحتلوا بتير، ممنوع تطلقوا النار على بتير، ممنوع تصلوها، ممنوع ممنوع ممنوع. وبالمقابل طبعا هم كانوا موجودين في شمال غرب سكة الحديد، بالمقابل الأرض الموجودة في شمال غرب سكة الحديد هو أرض أهل بتير، لازم أهل بتير يرجعوا لها ويصلوا لها ويفلحوها ويظلها أرضهم. بالمقابل شو حصلوا اليهود؟ طبعا احنا ما بنحكي عن انه ما حصلوش شيء، حصلوا انه والله القطار يمر دون ان نتعرض له وقاتلوه بتير. وللأسف الشديد يعني ما فيش كان عندهم قدرة انهم يتعرضوا للقطار، انا مش عارف كيف البارود بدها توقف قطار. ولكن دكتور في نهاية الامر اهل بتير رجعوا عليها، اهل بتير عمروها واستمروا فيها عن طريق بدعة رصاصات اللي كانت موجودة. طبعا ما نحكي إحنا إنه كان عندهم أشياء ثانية، ما كان عندهم لا هونات ولا مدافع ولا أي شيء من النوع هذه. بالمقابل مر القطار من يافا للقدس، وهو كان هذا الأمر تحصيل حاصل، يعني ما يعني مش هم السبب إنه كانوا، فكانوا موجود فاتحين الطريق على القدس من قبل ما يتفاوضوا مع بتير ومع أهل بتير. وبكيت بتير وبكي أرضها وبكيت مياه العذبة الجميل الرائعة، وطبعا بكي بيت جان بتير. أهم إشي الإشي الأخير إنه يعني ليش هذه فكرة مثقفي أهل بتير ومثقف بتير، وأعطيكم فكرة إنه أهل بتير احد القرى احد القرى البسيطه القلائل في فلسطين اللي او من اول القرى اللي بنت مدرسه ثانويه للبنات. وانت بتحكي عن ثانويه للبنات، انت بتحكي عن قريه، يعني ما بتحكي دائم في كان الثانويات للبنات موجوده في كل المدن ما شاء الله، يعني شعب فلسطيني احنا مثقف، ولكن في قريه صغيره تعداد سكانها لا يتعدى 2000 شخص. ما بعرف يعني شو ال ما بعرف إذا أنتم شايفينها بسيطة، لا ما كانتش بسيطة. فالحمد لله رب العالمين بتير حياك الله طارق. بعد ما خلص راح أحكي معك، والله ماني عارفة كم راح أعرف معك. حياك الله حياك الله طارق، أهلا وسهلا. والله ماني عارف، ولكن بحكي لي استاذنا وأنا إن شاء الله راح أشوف بعد اللقاء. أنت أشهر من نار على علم، أشهر من نار على علم. حياك الله، والله أنا ماني عارفه بس هو بيأشر لي صار له ساعة وأنا بحكي معك، ما ولكن ما شاء الله عليه بحكي لي طارق، فقلت له طارق بروح بفحص مين طارق إن شاء الله. في كل الأحوال بتير موجودة، رغم أنه للأسف الشديد أنه بتير وقعت تحت احتلال عام 67، ولكن الإشي الأمل الموجود أنه هي موجودة، أهلها موجودين، وبالعكس يعني أهلها مشهورين بالثقافة ورجال أعمال ناجحين جدا جدا. كل شخص فلسطيني ممكن أنه في البلاد يزور بتير راح يزورها، لأنها فعلا تشعر أنك داخل على منتزه جميل رائع كله خضرة ما شاء الله. في منظر لمنزل بعرفش إذا شفته معاي، هذا منزل هيك مبني بشريك لمين هذا المنزل؟ أو في حد بتعرف عن مو عن حاله؟ هذا منزل حديث في الطريق وانت رايح على بتير، هذا فوق فوق فوق
هذا احنا بتير هي الصوره اللي وين البيوت على سفح الجبل الاخضر، هذه بيوت حديثه يعني اللي هي هذه. جد فوق. اما هنا في الواد في الكاع بيقولوا له، طبعا لهجه الفلاح الكاع يعني، هو المقصود الكاع الواد. هنا بتمر سكه الحديد، هذه السفح الجبل هذا كله، كل هذه ارض بكتير كلها دائما دائمه الخضره، لانه فيها عده عيون على فكره يعني، مش بس عين واحده، عده عيون ما شاء الله تسقي الارض. وعندهم كثير يعني، هم مشهورين بالزراعه يعني، انت بتروح هناك راح تشوف قديش في عندهم خضروات، وكل ببيع خضره وما شاء الله عليه. اعتقد انها بكتير ادرجت على التراث العالمي لما نعم تحويه من تراث من اثار رومانيه وعيون ماء جميلة ورائعة، فهي مدرجة على التراث العالمي. يا وأنا أنا يعني أنا جدا جدا أكون سعيد يوم أزورها، بنبسط لا أنا بدي أزورها أنا وياك مع بعض إن شاء الله. والله. إن شاء الله بعون الله رايحين نزورها ونوريك كيف، إنه طبعا الناس جدا طيبين يعني أهل بالمناسبة. فلسطين كلهم طيبين يعني. أنا طبعا انبسطت كثير اليوم بوجودي معك، إن شاء الله بنقدر نشوفك في حلقات أخرى ونتكلم عن قرى ومدن أخرى كما ترون. يعني كل قرية وكل مدينة وكل عيلة في فلسطين لها قصة، وطبعا مع زهري القصص بتكون أحلى وأحلى إن شاء الله. نراكم في حياكم حلقة الله يا أخرى. دكتور جمال، وإن شاء الله إحنا نقدر نقدم لكم التراث الفلسطيني والقصص الفلسطينية الشفوية اللي نحكيه، لأنه في جزء كبير من القصة الفلسطينية غير مكتوبة، وأنا بحب إنه نسميها هي صارت مسجلة أكلمة فيها يعني، وانا بحب احكي لكم عن هذه القصص اللي هي تبعث الامل يعني، برغم الهزيمه وخساره الارض وخساره البيوت والدمار والقتل، ولكن احنا لازم ما نفقد الامل، لانه الامل دائما موجود، وحتى لو ظل شخص واحد مثل ما حكيت لكم سابقا في حلقه عين حود، ابو حاتم. مين كان يتوقع ابو حاتم؟ لا الحاقدين اليهود ولا المتفائلين العرب ولا حتى المهزومين، حتى جزء من العرب ما أتوقع أنه أبو حاتم رايح يحيي ويجيب بلدة عين حوض ويبدأها من أول وجديد. وهيك إحنا دائما الفلسطينيين، إحنا دائما في عنا أمل، ومثل ما حكينا لكم في بكتير طوعوا أسبوع وغيروه لثمان أيام بدل 7 أيام، فما بالكم يعني إحنا مش رايحين نرجع للبلاد ونعمرها. إن شاء الله توكلوا بالله، خلي أملكم بالله كبير. إن شاء الله أنا وأهلا بشكرك مرة ثانية، وإن شاء الله نراك في حلقة قادمة. اللي ما حضر حلقة عين حوض يحضرها الحلقة الماضية. شكرا لك أخ زهري، نراكم في حلقات قادمة والسلام عليكم.